وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ مين اللي يخاف؟ أنا الذي أعبد الإله القادر الكامل سبحانه وتعالى، ولا أنتم اللي بتعبدوا آلهة لا تنفع ولا تضر؟ مين اللي حق بالخوف؟ كيف أخشى آلهتكم وهي ليست لها أي نفع أو ضر، بل لا تملك دفع الضر عن نفسها فضلا عن غيرها؟ ده إبراهيم نفسه كسرها، كسر الآلهة دي. وكيف أنتم لا تخافون عاقبة شرككم بالله عز وجل وقد عبدتم أصناما لم ينزل الله بعبادتها برهانا ولم يأذن بعبادتها وليس لديكم حجة في عبادتها إنما هو تقليد الآباء والأجداد؟ مين اللي قال لكم تعبدوا الآلهة الباطلة ولا هذه الأشياء الباطلة؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. سلطانا هنا يعني حجة، ما عندكمش دليل على ذلك. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ مين اللي ينبغي أن يخشى ويخاف؟ المشرك الذي جعل مع الله إلها آخر، ولا الموحد الذي لم يتخذ مع الله شريكا؟ الذي يعبد، المشرك الذي يعبد أربابا كثيرة، ولا الموحد الذي يعبد ربا واحدا؟ من الأحق بالأمن من عذاب الله إن كنتم تعلمون؟ الواحد ربنا لأنه هو الخالق الرازق المدبر وصرف العبادة لي وحده فقط، ولا تشتت قلبه بين آلهة كثيرة؟ ودي قالها قبل كده سيدنا يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. يعني احنا نقول للناس بتوع الحسين والدسوقي والجيلاني والسيدة نفيسة، مين الأصح؟ انتم متفقين معانا ان ربنا هو الخالق الرازق المدبر، صح؟ فانا بقول مدد يا الله، وانت بتقول مدد يا حسين، 100% انا اللي صح، حدش يقدر يعترض عليا، صح؟ لان انتم مش معترضين ان ربنا هو الخالق والرازق ويطلب منه المدد. بس المصيبة في اللي انتوا بتعملوه، اللي انتوا أشركتم بالله ودعوتم غير الله. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أنا حموت وانتوا حتموتوا وربنا هيحاسبنا، فأنا أقول يا رب أنا وحدتك بالعبادة وما عبدتش معك آلهة أخرى، لا دعوت غيرك ولا نظرت لغيرك ولا ذبحت لغيرك ولا سجدت لغيرك، أنت وحدك لا شريك لك. مين الأحق برضا ربنا؟ اللي عبد ربنا بس، ولا اللي دعا الحسين وذبح للبدوي ونذر للدسوقي؟ بالعقل كده. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ يعني بالأمن من عذاب الله. الموحد الذي لم يشرك مع الله، الذي صرف العبادة كلها لله وحده لا شريك له، هو الذي يؤمن من عذاب الله تبارك وتعالى. زي أخاف أموات وأنتم لا تخافون الله القادر الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى.